والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الوحدة الرابعة في النحو والصرف هي وحدة عمل المصادر والمشتقات. طبعاً هذه الوحدة العلامة عليها في الوزارة من 15 إلى 17 علامة من أصل 75 علامة. طيب الآن نقف عند العنوان اللي هو ما المقصود بعمل المصادر والمشتقات. طبعاً إحنا بالعادة متعودين لما نقول مثلاً أكرم محمد خالدا دائما بنعرف الفعل اكرم هذا فعل ماضي محمد فاعل وخالدا مفعول به منصوب بالعاده الفعل ياخذ فاعل وياخذ احيانا مفعول به اذا كان متعدد الان المقصود بعمل المصادر والمشتقات انه المصدر ياخذ مفعول به كمان مره نربط المعلومه هاي عادة الفعل هو اللي بياخذ فاعل مفعول به، الآن راح يصير المصدر هو الذي يأخذ مفعول به، اسم الفاعل هو الذي يأخذ فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب، اسم المفعول يأخذ نائب فاعل. تمام، نرجع للمصدر الآن. المصدر المقصود بالمصدر نذكركم فيها لأنه هذه مرت معنا كثير في دروس سابقة. المصدر قام بعملية أل، أي كلمة يصلح أن نضع قبلها قام بعملية أل بتكون مصدر مثال يعني كتب نحولها نحط قبلها قام بعملية أل كتب قام بعملية أل كتابة كلمة الكتابة هذه مصدر مثلا انتشر قام بعملية أل انتشار كلمة انتشار هذه مصدر إذا المصدر أي كلمة يصلح أن نضع قبلها قام بعملية أل تمام اسم الفاعل أخذنا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل إذا أي كلمة على وزن فاعل بتكون اسم فاعل. أي كلمة تبدأ بميم مضمومة والحرف قبل الأخير مكسور أيضا بتكون اسم فاعل. مثال مثلا قاتل، عامل، عالم كل هذه الكلمات على وزن فاعل، كل هذه الكلمات اسم فاعل. ميم مضمومة زي مثلا كلمة مدرك الحرف الأول ميم مضمومة والحرف قبل الأخير مكسور. هذه أيضا اسم فاعل مثلا مستسلم ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر تمام الآن اسم المفعول أي كلمة على وزن مفعول بتكون اسم مفعول زي مثلا كلمة مقبول على وزن مفعول مثلا مأخوذ على وزن مفعول أيضا أي كلمة تبدأ بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر زي كلمة مثلا منسق ميم مضمومة فتح ما قبل الآخر تمام الآن الصفة المشبهة الصفة المشبهة من اسمها صفة أي كلمة تدل على صفة تعد صفة مشبهة وحتى نتأكد منها نضع قبلها هذا شيء مثلا لو لقيت مثلا في النص ثلاث كلمات مثلا كلمة جمال كلمة جميل أي كلمة من هذول الكلمات يصلح أن نضع قبلها هذا شيء، هذا شيء جمال ولا هذا شيء جميل؟ طبعاً هذا شيء جميل، إذا كلمة جميل هي الصفة المشبهة، جمال هذه ليست صفة مشبهة، تمام؟ إذا الصفة المشبهة حتى نتأكد منها نضع قبلها هذا شيء. الآن نرجع لبداية الجدول، دائماً لما يصير أعرف ما تحته خط. طبعاً نتذكر شوي في الوحدة الأولى الإعرابات اللي مرت معنا لأنه هاي الوحدة هي عبارة عن إعرابات، في الوحدة الأولى الإعرابات اللي مرت معنا الكلمة اللي بعد إنما حكينا الاسم اللي بعديها مبتدأ مرفوع دائماً. الكلمة اللي بعد لا حسب نوع لا ناهية نافية عاطفة نافية للجنس ودرس الاستثناء اللي هي إلا وما عدا وما خلا وهدول الكلمات. هدول الإعرابات اللي مروا معنا من بداية الفصل وطلع لنا الدرس اللي فيه الإعرابات اللي هو هذا الجدول. الآن حكى لي أعرف ما تحته خط، كان الكلمة قبليها مصدر صريح بعد هذه الكلمة مفعول به. طبعاً مفعول به منصوب وإذا حكى لي اضبط بحط فتحة. إذا كان قبل هذه الكلمة اسم فاعل اللي بعد اسم فاعل يا إما فاعل مرفوع يا إما مفعول به منصوب. إذا كان اسم مفعول اللي بعديها يعرب نائب فاعل مرفوع وإذا كان صفة مشبهة اللي بعديها يعرب فاعل مرفوع. طبعاً هذا الكلام الآن راح يصير واضح على الأمثلة. نأخذ المثال الأول، حكى لي أعرف ما تحته خط.
وما أنت بالمرء الضعيف فؤاده. طبعا هذه الأمثلة يعني مثل ما هي مكتوبة عندكم في ورقة النحو، يعني تحط الفيديو ورقة أمامك. طيب، وما أنت بالمرء الضعيف فؤاده. الآن حتى لي أعرف كلمة فؤاده، الآن أنا بدي أتخيل حالي في الوزارة وبدي أعرفها، بمشي من الوحدة الأولى. الكلمة هذه في قبلها إنما ما في، في قبلها لا ما في قبلها لا، في قبلها استثناء أو الجملة هذه فيها استثناء ما فيها استثناء، إذا بتكون الإعراب على الجدول لا. هسا بتطلع على الكلمة اللي قبلها، كلمة الضعيف، عملية الضعيف ما بتزبط. طيب، هل هي وزن فاعل أو مين مضمومة؟ لا. هل هي وزن مفعول أو مين مضمومة؟ لا. هذا شيء ضعيف، طيب كلمة ضعيف تدل على صفة، إذا هي صفة مشبهة، واللي بعد الصفة المشبهة يعرب إيه؟ فاعل مرفوع. إذا إعراب كلمة الضعيف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام. مثال زينب فتاة محمودة خلقها، نفس الشيء ببدأ من الوحدة الأولى، إنما أو لا أو استثناء، ما فيها لا إنما ولا لا ولا استثناء. إذا برجع الجدول هذا بطلع كلمة محمودة، محمودة محمود على وزن إيش؟ مفعول. اسم المفعول يأخذ بعديه نائب فاعل، إذا إعراب كلمة خلقها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام. يا مبرورا حجه هنيئا لك، حجه طلع كلمة قبلها نفس الشيء، ما راح نلاقي أي شيء من هدول. تمام. هسا بطلع كلمة مبرور، مبرور على وزن إيه؟ مفعول، واسم المفعول شو بيكون بعدين؟ نائب فاعل مرفوع، إذا إعراب كلمة حجه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام. قولك الصدق واجب، كلمة الصدق في عنا إنما أو لا أو استثناء، ما فيها هاي الجملة. تمام. إذا بطلع على الكلمة اللي قبلها، كلمة قولي، طبعا الزيادات احنا دائما حتى نعرف أصل الكلمة بنشيل الزيادات، قولي، كيف ما اللي فيها لإنها ضمير. تضبط عملية القول، قال، قام بعملية القول، إذا هذه مصدر. كلمة القول مصدر، واللي بعد المصدر بوقت إيه؟ لا، احنا عندي كلمة قول، قول مصدر، واللي بعد المصدر بكون إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما رسمة هذه اللوحة إلا فنانة ماهرة؟ الآن هذه الجملة راح نواجه فيها شوية يعني فيها لعبة هاي الجملة. الآن في عندي إلا، لازم نحدد نوع الاستثناء. ما رسمة هذه اللوحة إلا فنانة ماهرة؟ ما دار في نفي، إذا في عندنا استثناء يا إما بده يكون تام منفي يا إما بده يكون ناقص. تعودنا إنه بنحذف النفي وبنحذف إلا. راسمة هذه اللوحة فنانة ماهرة، ما راسمة هذه اللوحة إلا فنانة ماهرة، حكينا إحنا دائما بنبدأ من الوحدة الأولى. بده كلمة هذه إعراب كلمة هذه وكلمة فنانة. إحنا راح نواجه إنه هاي الجملة فيها استثناء، لأنه في عندنا كلمة إلا. إذا بدي أوقف عند وحدة الاستثناء. حتى نعرف لازم نحدد نوع الاستثناء اذا بتذكر. نوع الاستثناء لما يكون في عندي نفي يا بده يكون تام منفي يا بده يكون ناقص. كيف نفرق بيناتهم؟ حكينا بنحذف النفي وبنحذف الا، اذا بقي المعنى كما هو بتكون استثناء ناقص. تمام. نحذف النفي والا، راسمة هذه اللوحة فنانة ماهرة، المعنى بقي كما هو، اذا هو استثناء ناقص. الآن نعرف كلمة هذه وفنانة كأنه كلمة إلا مش موجودة وكلمة أو النفي غير موجود. هسا كلمة هذه قبليها راسمة، وراسم على وزن فاعل، واسم الفاعل بأخذ فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب. إحنا دائما في الفاعل المرفوع والمفعول به دائما حسب المعنى. راسمة فاعل، هذه اللوحة فنانة ماهرة، حد الفاعل المرفوع به، طبعا الفنانة هي الراسمة، إذا الفنانة هي الفاعل مرفوع، وهذه اللوحة مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، طبعا في اسم الإشارة ما بنعرف مفعول به منصوب مباشرة، الإعراب كامل نقول اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. تمام.
مدينة جرش عريقة آثارها. كلمة آثارها طبعاً ما في عنا إنما ولا لا ولا الاستثناء. بطلع كلمة عريقة، هل هي مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة؟ عريقة طبعاً عملية عريقة ما بتزبط. اسم فاعل ما لها وزن في اسم فاعل ولا اسم مفعول، هذا شيء عريق. كلمة عريقة تدل على صفة، واللي بعد الصفة المشبهة مرة فاعل مرفوع، إذا إعراب كلمة آثارها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حدائق الحسين في العاصمة في عمان تنسق أشجارها. هسا كلمة أشجارها أجا قبليها منسقة، ومنسقة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآفة، لأن التاء إحنا ما بنحسبها زيادات، دائما الزيادات لا تحسب. منسقة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآفة نلاقيها في اسم المفعول، ميم مضمومة وفتح ما قبل الآفة، واللي بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل مرفوع. إذا كلمة أشجارها نائب فاعل مرفوع. طيب هسا ممارستك الرياضة بانتظام تجعل جسمك ذا لياقة. ممارسة عملية الممارسة، قام بعملية الممارسة، إذا هذه مصدر، واللي بعد المصدر يعرب مفعول به منصوب. إذا إعراب كلمة الرياضة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب إن المرأة عظيم دورها. كلمة عظيم عملية عظيم ما بتزبط، اسم فاعل اسم مفعول مش على الوزن، هذا شيء عظيم، إذا صفة مشبهة، صفة مشبهة، واللي بعد الصفة المشبهة يعرب فاعل مرفوع. طبعا كل هذا الكلام بيعتمد على حفظ الجدول، لازم نحفظ انه دائما المصدر يعرب اللي بعده مفعول به منصوب، اسم الفاعل فاعل مرفوع او مفعول به منصوب حسب المعنى. كيف حسب المعنى؟ يعني لما يحكي مثلا يا قارئا الكتاب افهمه جيدا. كلمة قارئ اسم فاعل، طيب الكتاب يبدأ تكون فاعل مرفوع يا مفعول به منصوب، طبعا حسب معنى قارئ الكتاب، ماذا تقرأ؟ الكتاب، إذا الكتاب تكون مفعول به منصوب لأنه وقع عليه القراءة. طيب لو حكى لي عائد والدك من السفر، كلمة عائد اسم فاعل. طيب كلمة والد، الوالد هو العائد هو الذي يعود، إذا والد بتكون إعرابها فاعل مرفوع. تمام؟ إذا قضية اسم الفاعل وقت فاعل مرفوع ومفعول به منصوب حسب المعنى، اسم المفعول الإعراب اللي بعده نائب فاعل مرفوع، والصفة المشبهة الإعراب اللي بعده فاعل مرفوع. يعني ضايق الآن إنه نطبق على صيغ ثانية ثلاث أسئلة، اضبط وصور الخطأ. طيب نتابع الآن الصيغة الثانية من السؤال، اضبط آخر ما تحته خط. طبعا نفس المبدأ، سؤال اضبط يعني لازم نعرف، بس قبل ما ندخل في سؤال اضبط بدنا ناخذ طريقة نتأكد من الإجابة إنها تكون صحيحة. الآن في المصدر عشان أتأكد إنه هذه الكلمة مفعول به، دائما مفعول به سواء في اسم الفاعل والمصدر هذول الثنتين دائما نسأل بماذا. تمام هسه في نائب الفاعل والفاعل دائما نسأل حتى نتأكد انه هذا الكلام صحيح او اجابتنا انها صحيحه، دائما نسأل ايش اللي او مين اللي. الان نطبق على هذول الثنتين حتى تكون الفكره واضحه. طيب السؤال الصيغة الثانية من السؤال، سؤال اضبط آخر ما تحته خط. كلمة العهد، سأبقى حافظا العهد. نطلع على الكلمة اللي قبلها، كلمة حافظ نفس المبدأ على وزن فاعل. الآن كلمة العهد سيكون إعرابها يا إما فاعل مرفوع يا إما مفعول به منصوب. الآن كلمة العهد من حيث المعنى هل هي فاعل ولا مفعول به؟ سأبقى حافظا أنا، الكلام عني أنا، إذا أنا الفاعل والعهد هو المفعول به. وحتى أتأكد خلينا نستخدم اللي هي المفتاح اللي حفظناه للتأكد في المفعول به، ماذا أحفظ؟ استخدم السؤال ماذا أحفظ؟ الجواب سيكون العهد، إذا هو المفعول به والمفعول به منصوب، إذا في السؤال أكبر حط فتحة. تمام الكون دقيق نظام،
إضافة قبلها كلمة دقيق، ودقيق راجع للمصدر اسم فاعل اسم مفعول راح تلاقيها صفة مشبهة هذا شيء دقيق، والصفة المشبهة بتاخذ بعدها إيه؟ فاعل مرفوع، حتى نتأكد نسأل واحد من هذول الثنتين ايش اللي دقيق؟ نظام. طبعا الحركة هون مهمة إنه ننتبه إنه الحركة ما تكون على الطويل، الحركة على الحرف الأخير في الكلمة الأصلية يعني كلمة نظام تحت الكلمة عند حرف الميم، إذا نظام مو إذا حطيت الضمة على الهاء طبعا علامة كاملة بتوعك. إذا دقيق نظام مو تمام. قرأت قصة جميلة أحداثها تمام. هسه أحداثها قبلها كلمة جميلة، وجميلة صفة مشبهة، والصفة المشبهة بتاخذ فاعل مرفوع، وحتى نتأكد إيش اللي جميل أحداثها، والحركة بتكون على حرف الثاء. أحداث حرف نرجع للجملة الأخيرة، قرأت قصة جميلة أحداثها، أحداث جميلة صفة مشبهة، والصفة المشبهة اللي بعديها فاعل مرفوع، وحتى نتأكد نسأل إيش اللي جميل؟ الجواب أحداثها. إذا بحط ضمة على حرف التاء لأنه الهاء والألف هذه ضمائر وزيادات تمام. قراءتك الروايات فيه متعة. قبل كلمة روايات كلمة قراءة، طبعا الكاف حكينا هي ضمائر لا تنسى. قراءة قام بعملية القراءة، إذا كلمة قراءة مصدر والمصدر يأخذ مفعول به. إذا حتى نتأكد نسأل ماذا تقرأ؟ الرواية. إذا المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لا خطأ فتحة، مع إنه المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بس إذا بنذكر في وحدة الاستثناء رسمنا جدول صغير وحكينا جمع المذكر سالم، جمع المؤنث سالم، المثنى والأسماء الخمسة، بدنا ننتبه لهذا الجدول، لأنه هي كلمة جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة، إذا حطينا فتحة غلط، إعراب المفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. تمام. إذا هذا السؤال بالضبط، سؤال صوب الخطأ نفس المبدأ كله على الجدول. عاد المنتخب حاملا كأسي، قبل كلمة كأس حامل، وحامل اسم فاعل، واسم الفاعل يأخذ فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب، وحكينا على المعنى حاملا اللي هو المنتخب، حاملا هو الكأس، إذا كأس مفعول به، إذا الكسرة هذه خطأ بدها تصير إيه؟ فتحة كأس. طيب إغاثة الضعيف حط لي ضمة تمام. هسه لو طلع الكلمة اللي قبليها إغاثة قام بعملية الإغاثة مصدر صريح، والمصدر صريح يأخذ مفعول به، وتأكدوا باستخدام كلمة ماذا، ماذا تغيث أو مين تغيث، ماذا تغيث أو مين تغيث، مش مشكلة. إغاثة الضعيف، الإغاثة وقعت على الضعيف تمام. إذا مفعول به منصوب، إذا بتصير الضعيف تمام. الآن ننتبه للجملة هذه لأنه فيها شوي خداع. على الطلبة الآتي أسماءهم الحضور تمام. هسا كلمة أسماءهم ما حطلع عليها حركة، خلينا نعرفها أول شيء بناء على الجدول. الكلمة الآتية لو شلنا الزيادات بتصير الكلمة آتي، آتي على وزن فاعل. كيف صارت على وزن فاعل؟ حكينا الألف هذه المد أصلها همزة ألف تاية، إذا حطوها في الميزان الصرفي راح تطلع على وزن فاعل. إذا اتفقنا إنه كلمة آتي على وزن فاعل، إذا هي اسم فاعل. هسا كلمة أسماء يا فاعل مرفوع يا مفعول به منصوب، فكروا في المعنى مين اللي آتي؟ الأسماء، الأسماء هي الآتية. إذا إعراب كلمة أسماءهم فاعل مرفوع. طيب لسه المشكلة موجودة لأنه ما حط لي حركة أصلا، لأنه إحنا في سؤال صوب خطأ بده يكون حاط لي حركة، أو بدها تكون كلمة جمع مذكر سالم مؤنث سالم على الجدول التصغير، جمع مذكر سالم مؤنث سالم أو أسماء خمسة، طبعا هذه برضه مش على الجدول. طب وين الخطأ؟ الخطأ في الهمزة، طلع على من ثلاث كلمات هذول. لما يرسم الهمزة على الواو بتكون رفع، لما يرسم الهمزة على الصدر بتكون نصب، إذا كانت على نبرة بتكون جر. طيب إحنا عرفناها فاعل مرفوع، يعني لازم نأخذ الهمزة اللي على الواو هي تكون مرفوعة. إذا الصواب أسماءهم، وركزوا على هذا المثال لأنه هذا المثال نفس المبدأ أجا في الوزارة. نهر الأردن عذب ماء، طيب كلمة ماء قبلها صفة مشبهة هذا شيء عذب، إذا إعراب كلمة ماء فاعل، والهمزة رسم لي إياها على السطر، ما دام على السطر يعتبرها منصوبة، إذا شو عرفناها؟
فاعل مرفوع، إذا لازم تكون الهمزة على الواو. ما أوه. تمام. أمقبول أخاك، مقبول اسم مفعول، واسم المفعول يأخذ نائب فاعل مرفوع، إذا أخاك نائب فاعل. طيب نفس المبدأ، ما بصلي ما في حركات على الكلمة. أخاك إذا بنذكر نحن الأسماء الخمسة اللي هي أخ وأب وحم وفو وذو، وهي الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، الألف هذه علامة نصب، إذا لازم أحول الألف إلى واو، لازم نركز على الجدول اللي حكينا عنه كثير وطبقنا عليه كثير في درس أو في وحدة الاستثناء، تمام؟ هذا بالنسبة لسؤال صمم خطأ، باقي عندنا سؤال استخرج. الآن قلنا بديعة صفة مشبهة، وتصميمها فاعل صفة مشبهة، إذا المطلوب من البداية الثالث أو الصيغة الثالثة من الأسئلة في الوزارة اللي هو سؤال استخرج من النص، أمامي نص واستخرج من النص فاعلا للصفة المشبهة. إذا قلنا بأن الصفة المشبهة تأخذ بعدها فاعل، وحتى نتأكد من الصفة المشبهة هذا شيء، وكلمة تدل على صفة، تمام. الآن نبحث عن صفة مشبهة، راح نلاقي كلمة بديعة صفة مشبهة، وكلمة بديعة صفة مشبهة. طيب ممكن يسأل الطالب، طب كلمة منحوتة صفة مشبهة، هذا شيء منحوت. كلمة منحوتة اسم مفعول على وزن مفعول. قلنا الملاحظة اللي في أول شيء قلناها إنه صفة مشبهة بشرط أن لا تكون اسم فاعل ولا اسم مفعول. تمام. إذا وقفنا عند كلمة بديعة وبديعة، لأن حتى نتأكد إنه هذه الصفة المشبهة أخذ الفاعل نسأل بإيش اللي، لأنه الفاعل صفة مشبهة نسأل بإيش اللي. إيش اللي بديع؟ إيش اللي بديع؟ في جواب عليها ممكن يصلح؟ ما في جواب، إذا هذه نتركها. إذا ممكن أجد صفة مشبهة ولكن هي الصفة المشبهة ما تكون أخذت فاعل. مش شرط إنه يكون كل صفة مشبهة أو كل اسم فاعل أو كل اسم مفعول يأخذ الشيء اللي بعده، تمام. إلى نوع كلمة بديعة، هذا شيء بديع، إذا هذه صفة مشبهة، تمام. إيش اللي بديع؟ جواب تصميمها، إذا تصميمها فاعل مرفوع، تمام. الآن أني كلمة نأخذ في الجواب، كلمة بديعة إلى تصميمها، دائما نطلع على أول كلمة في الشيء المطلوب اللي هي كلمة فاعل، إذا هو بحاجة للفاعل مش بحاجة للصفة المشبهة، لأن أول كلمة فاعل هو اقرأ السؤال جيد فاعلا للصفة المشبهة، إذا هو بحاجة للفاعل إذا كلمة تصميمها، تمام. الآن بحاجة المطلوب الثاني مفعولا به للمصدر. قلنا بأن المصدر يأخذ مفعول به، إذا نبحث عن المصدر هو قام بعملية الآن. زرنا المدرج الروماني، شاهدنا أعمدة منحوتة سفارفها بطريقة بديعة، يعني ما في شيء يصلح أن نضع قبله عملية الآن. فقد اشتهر الرومان بحفرهم الصخرة بطريقة بديعة تصميمها. طيب بحفرهم قلنا الزيادات هذه لا تحسب، إذا كلمة حفر، وفي هنا كلمة تصميم، عملية التصميم تصدر. قام بعملية التصميم، قلنا بأن المصدر بأخذ مفعول به مثل ماذا؟ ماذا تصمم؟ ايش يجب عليه فاصل؟ ما في جواب، إذا هذه نتركها. نرجع لكلمة الحفر. حفرهم ماذا يحفرون؟ الصخر، إذا هذه مصدر وكلمة الصخر مفعول به للمصدر. وش اللي بدنا نطلعه احنا؟ المفعول به إذا كلمة الصخر. تمام. الآن اسم مفعول عامل عمل فعل. قلنا بأن اسم المفعول يأخذ نائب فاعل، نبحث عن اسم مفعول، اسم مفعول منحوت، اسم مفعول، تمام، واسم المفعول يأخذ بعده نائب فاعل مرفوع، وحتى نتأكد نسأل ايش اللي، لأنه اسم المفعول ايش اللي منحوت؟ الزخارف، تمام، إذا كلمة زخارف اللي هي نائب فاعل مرفوع. الآن بدنا نحدد في الاستغراب، بدنا نستخرج كلمة منحوتة ولا كلمة زخارفها؟ نحدد من خلال السؤال بحاجة إلى اسم مفعول، إذا نأخذ اسم المفعول، ما نأخذ زخارف، نأخذ اسم المفعول، إذا كلمة منحوتة. طيب مصدرا عاملا عمل فعله، هذه مكررة،
فاعل عاملا عمل فعله، نبحث عن اسم فاعل كلمة وزن فاعل أو ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. زرنا المدرج الروماني، شاهدنا أعمدة من حدث فاعل بطريقة بديعة. فقد اشتهر الرومان بحفرهم الصخر بطريقة بديعة تصميمها، يأخذ كسر منظر كاشف، كاشف على وزن فاعل. إذا هذه اسم فاعل، اسم فاعل يأخذ فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب. طيب كلمة تاريخ، هل هي فاعل مرفوع ولا مفعول به منصوب؟ كاشفا هو تاريخ، إذا كلمة تاريخ مفعول به منصوب. إذا نحدد الآن نأخذ كلمة كاشف ولا كلمة تاريخ؟ السؤال يطلب اسم الفاعل، إذا نأخذ كلمة كاشف. أهم شيء إنه في الاستخراج الكلمة الأولى هي الكلمة المطلوبة في